الراي ديالي انا ديك 8000 درهم اللي غادي يقطعوا ليه ويلا كيخلصوا ليه بها، كيفاش غادي يقطعوا ليه؟ سيرتو هو عنده مسكين الطا وعنده الكرا، عنده المصاريف ديال الوليدات، عنده المعيشه، سيرتو في 19 اللي في هذه الجائحه ديال كورونا اللي الناس مأزمه بزاف، وجيت حتى الاخر واحد يحيدها ليه حشومه. خاصهم انا نورمالمون خاصهم يعطيو كل واحد يعطيو النصيب ديالو. وبالنسبه لينا حنايا حنا كاع متطوعين كاع، وما كنقولوا حتى شي حاجه، ما كنتخلطوا ما والو، وغادي خدامين في هذه الجائحه ديال كورونا، وكنتمنى من الله يصوب لهم وشكرا. اذا كان كيشتوى هذاك 10000 درهم فوق انا معاهم، اما الانسان اللي عنده واحد البريستاسيون صلاريه اللي هي اون دسو ديال سميتو راه الى فايت فورسي. قال لك الى عطيتي لواحد خلصتيه عطيتيه 100 دولار وهو كيخسر 500 دولار راك انت جبتي منه فاسد. على حساب هذا الموضوع اللي كيتكلموا عليه هاد الناس، على حساب هاد الضرائب اللي غتقطع على هاد الناس ديال الموظفين وهاد الناس وزراء مساكن اللي كيشد 3000 درهم، اللي كيشد 4000 درهم، اللي كيشد 5000 درهم، ونعطيو حتى 10000 درهم، راه ما قاضيه والو باش غيحيدوا الضرائب لهاد الناس. هادشي راه ماشي معقول، وحنا راه ما متفقينش معاهم. هو الضرائب اللي بغيت تقطع، اللي بغات تقطع هاد الضرائب وتقطع لذوك الناس اللي كيشدوا 6 مليون 7 مليون، البرلمانيين الوزاره والكتاب والناس اللي عندهم اللي كيشدوا الفلوس ديال بصح. اما مسكين داك اللي كيشد 10000 درهم غادي تقطع عليه، راه 10000 درهم يلاه طريطه يلاه العيبات يلاه الدراري دار المدرسه ها هي مشات، راه ما واكلاش 10000 درهم، راه ما واكلاش. راه ليا دوك المسكين اللي كيشد 4000 درهم وكيشد 3000 درهم وجد تقطع عليه، راه هادشي ماشي معقول. وحنا كمغاربه حنا راه هادشي راه ماشي معقول. ولا بغاو يحيدوا الاقتطاع لهاد الناس لهاد الموظفين الضعاف، يحيدوا الناس كما قلت، يحيدوا الناس الكبار، هادشي اللي كاين اخويا. وحنا راه كنبغيو هاد البلاد وكنحبوا هاد الوطن، وهادشي اللي غادي نبيه هاد الناس هادو، غادي نبيه هاد الحكومات، لا اللي مشات ولا اللي غتمشي ان شاء الله. هادشي راه ما خدامش. ولا كنتو غا الا كنقول لهاد الناس هادو، الا كنتو تخدموا هاد الوطن خدموا بالمعقول، وخدموا خدموا كما خدموا الاباء ديالنا المقاومين والمحاربين. ولكن انا بالنسبه لي الناس اللي عندهم 8000 درهم الله يلاه يتقدوا مع 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 الميزانيه ديالهم. حيت دابا الانسان كاين الناس اللي عندهم 3000 درهم في الشهر، كاين اللي عندهم 5000 درهم في الشهر، وكل واحد تيعيش على ذاك القدر اللي تيتخلص فيه. يعني 8000 درهم الا كان تيقري الدراري بخيفي تتمشي ليه واحد 3000 درهم، تتبقى عنده 5000 درهم. الا كان كاري غيحيد واحد 2000 درهم غتبقى ليه 3000 درهم يلاه ياكلها. يعني ما تنظنش انا يعني خصهم ما كاين لا ضريبه لا والو. بالنسبه محدودين الدخل ما بين 8000 درهم 5000 درهم 3000 درهم ما خصهاش تكون عنده الضريبه. كوجهه نظر ان المجتمع ليس غريب عنه التكافل الاجتماعي والتضامن، لا سيما بين الشعب وما بين ملوك الدوله العلويه من قديم. يعني اذا كان الامر في صالح الجميع، في صالح الدوله والمواطن، فلا باس. هذه كوجهه نظر.